محمد ده يعني بني آدم من صغره طفل قلبه حنين وطيب، ويعني وابننا الوحيد اللي هو كان أملنا في الدنيا. يعني احنا معانا 3 بنات، قلنا ده الوحيد اللي في يوم من الأيام هو اللي هيوصل أبوه، هيوصل عمته، هيوصل مامته. فما جاش في بالنا إن في يوم من الأيام احنا اللي هنوصله. يعني المفروض إن هو هيبقى سندنا بعد ربنا. بابا صحته على قده، فيعني بدأ يساعد خلاص بابا، وبدأ يعني بابا يعتمد عليه. أخته لما بتروح مكان بيروح معاها كده، يعني اللي هو الراجل البيت اللي بيتحرك رغم إنه عنده 20 سنة، بس إحنا معتمدين عليه اعتماد كلي. يعني لما يكون 2 شباب أو 3 شباب واقفين تحت البلكونة بيبيعوا مخدرات أو بيتعاطوا مخدرات، فبينزل تحت يقول لهم معلش ما ينفعش، لأن معاه أخت صغيرة وأخت مخطوبة وأخت تانية، ما ينفعش إن هما يبصوا له يعني شباب بيبيعوا مخدرات تحت. قبل كده اتحجزوا عليه وبيتوا له النية أصلا. يعني في أصحابه سمعوهم قبل كده إن هما كانوا يعني بيقولوا إن إحنا لازم إيه نربيه أو نعلم عليه بمعنى الأصح. ما حطش في باله، هو كل اللي عمله ان هو بعد شهر عن بيته، هو ده اللي عمله. لا لي علاقه بالعيال دي من قريب ولا من بعيد. زي اي شاب محمد طبعا انت عارف ان قبل العيد بيروحوا يحلقوا ويقصوا شعرهم كده، فراح يحلق. في الشارع اللي فيه الخناقه ده في طلع بره بيشوف الدنيا في ايه، سمع صوت كده فلا مشكلة، فبيعمل كده لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى موجودة في الفيديو، يعني اللي الكاميرا بتاعت اللي كانت موجودة في المحلات هناك. عيل صغير قد كده ماسك إزازة فبيهدفها، هو كل في دماغه عايز يبعده عن طريق المشكلة، ما مش عايز يعني الولد ده يتصاب. هو أكيد مش هيضر حد، بس هو ممكن يتصاب من المشكلة. لسه بيشيله، فوجئنا بواحدة ست جاية وولدين أو 3 بيجروا عليه، واحدة ماسكة طوبة راحت خوطت محمد. يعني اللي هو مفيش افتعال مشكلة، ده دول مبيتين النية. فلما خبطته بالطوبة عملت له ايه زي من نوع من الدوخة والارتجاج، فتلموا عليه. طب انت طعنته، معلش عايز تأدبه، طعنته طعن، علم في وش يعني، علم في ايده، لكن ما تدوش 6 طعنات مميتة. انت ما يعني انت مسكت السلاح مش عشان تعلم عليه، لا ده انت عشان تقتله. طعنه في القلب وطعنه في الزور وفي بطنه، وطعنات مميته. يعني انت لو شفت الطعنه اللي في القلب، ما هيش طعنه مثلا واحد بيعمل كده ويخرج، لا ده متعمد يدخل كميه هواء عشان يموت، لان القلب باين اللي هو ازاي يعني. وعندهم 18 19 سنه، يعني هو من الطبيعي يعني اللي انا عايزه افهمه، ان لما يكون واحد بتاع مخدرات وبيبيع مخدرات وماسك سلاح ومن النوع اللي هو راهب المكان هنا، يعني محدش بيقدر يكلمهم، وفي الاخر يقولوا لي ده تحت السن، اللي هو ازاي؟ ما اللي هو فوق السن هيعمل ايه تاني؟ لما هو 18 19 بيشرب مخدرات وبيبيع مخدرات وبيقتل، ده لما يوصل لفوق السن يعمل ايه؟ وفي الاخر شاب كان سند اسرة مات نتيجة عياد بتوع مخدرات، وفي الاخر ياخد له 10 15 سنة، الله اعلم هياخد قد ايه، ويطلع يعيش حياته عادي. يعني يكون لسه في الـ30ات يبتدي حياته، ونهى حياة شاب وعيلة بحد.